وصلنا معاكم دلوقتي لاخر فقرات حلقتنا النهارده، واللي خصصناها دايما علشان تكون استشاره طبيه. طيب استشارتنا النهارده هتكون مختلفه جدا، لان هنتكلم فيها عن موضوع انتشر جدا الفتره اللي فاتت يا جماعه، وبيشغل بال ناس كتير، انتشر في مصر تحديدا من فتره او في الكام سنه الاخيره، فكره التخسيس اونلاين، وناس كتير لجأت له وناس تانية خافت منه، لكن الموضوع زاد جدا مع بداية أزمة كورونا، وكله كان خايف أنه ينزل وقاعد في البيت ويسلي نفسه بالأكل وغيره من غير حركة. فكتير بقى ساعتها لجأوا لفكرة التخسيس أونلاين علشان يقدروا أن هم يظبطوا جسمهم من تاني، وفي نفس الوقت ما ياخدوش ريسك أن هم يروحوا عيادة التخسيس في ظل ظروف كورونا اللي كانت صعبة جدا جدا جدا. فعلشان نعرف عن الموضوع ده أكتر، معايا ضيفتي اللي منوراني النهاردة دكتورة سالي فيكتور، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما. برحب بيك يا دكتورة. أهلا بيكي، عاملة إيه؟ كله كويس؟ كله تمام. منورانا يا دكتورة، ربنا يخليكي. الأول عايزة أعرف منك كده باختصار، يعني ايه ان احنا نعمل تخسيس اونلاين؟ احنا طبعا احنا في اخر شهر ديسمبر اهو في 2022، وخلاص كلها كام يوم كده ندخل 2023. فالفكره دلوقتي اتغير، احنا دلوقتي الناس كلها بتدور على الحاجه الافيلبل، الحاجه الفاست، الحاجه الايزي بالنسبه لهم. فطبعا اسهل حاجه بالنسبه لنا احنا ماسكين الموبايل 24 ساعه بنسكرول بقى على السوشيال ميديا، اي بلاتفورم. ففكره ان انا يكون حاجه افيلبل قدامي او ان انا اقدر اوصل لها بسهوله جدا، دي طبعا مهمه جدا. فكره التخسيس اونلاين مصدر موثوق، مصدر انا متاكده منه، حاجه هتساعدني فعلا، هتديني دايت بلان انا عايزاها، هتديني كمان الكورس المناسب ليا او مناسب لحالتي. كل الحاجات دي طبعا مش سهل ابدا ان احنا نوصل لها بسهوله. انا عارفه ان السوشيال ميديا دلوقتي بقت مليانه كلام كتير جدا، ممكن اي حد يبوست اي حاجه عن اي حاجه هو عايزها. فان انا ادور على مصدر تراست فيه ان انا فعلا اخس معاه وان انا امشي معاه الدايت بلان، دي ما بتبقاش سهله. وانا عارفه ان بالنسبه للبيشنت او بالنسبه للمجتمع بتاعنا، ان احنا ندور على حاجه فعلا تراست كده اهوت، وان احنا نبقى واثقين فيهم ونمشي معاهم فعلا في فتره بتكون الى حد ما ميشن صعبه شويه. فاحنا في شركه اون تارجت فارما احنا بندي طبعا الموضوع ده بمنتهى البساطه جدا، لان احنا موجودين على كل البلاتفورمز تقريبا، فيسبوك، الواتساب. ازاي بتعرفوا بقى التاريخ المرضي بتاع البيشنت او المريض او الحاله؟ ازاي بتعرفوا الادويه اللي خدها قبل كده؟ يعني الحاجات دي كلها بتعرفوها ازاي اونلاين؟ هو طبعا اول ما البيشنت بيتواصل معانا بيكون في زي ابلكيشن، الابلكيشن ديت احنا بنعرف منها كل حاجه، الوزن، السن، الطول، الهيستوري بتاعه كله في تاريخ مرضي، هل هو جرب دايت بلان قبل كده، هل هو خد ادويه تخسيس قبل كده، هل بيعاني من اي مشاكل تانية، ايه اصلا المشكله اللي بالنسبه له في الدايت. يعني هو كل حاله وكل بيشنت ليه الدايت بلان بتاعته، ما ينفعش حد ياخد دايت بلان بتاعت حد تاني. فده اللي احنا بنتميز فيه في شركه اون تارجت فارما، ان احنا كل كيس او كل بيشنت ليه الحاله بتاعته، ليه التاريخ بتاعه المرضي، سواء هو مثلا حد سليم، حد شاب، حد طفل، حد مثلا من البالغين، كل كيس بيكون ليها الدايت بلان بتاعتها وكمان الكورس المناسب. وده احنا بنعرفه من الاستماره اللي هم بيملوها قبل ما بنرشح اي كورس او قبل ما بنرشح كمان اي دايت بلان. يعني كلمينا اكتر. لا ما انت كلمينا اكتر برضو على الاستماره دي، يعني بيبقى فيها تاريخه المرضي، بيبقى فيها الوزن، السن. كلميني اكتر تفصيليا برضو عشان الناس تبقى مطمنه. هي الاستماره دي بيكون فيها كل حاجه فعلا، يعني من اول السن احنا بنعرف اللي بتواصل معانا، بتطلبوا تحاليل، بتطلبوا فحوصات. اكيد طبعا. اوكي. كل حاجه بيكون ليها انديكيت لحاجه معينه. يعني مثلا انا وبيتواصل معايا حد من مرضى السكر او مثلا حد من مرضى الضغط، احنا طبعا بيبقى عايزين نعرف ايه الدايت بلان اللي هو مثلا مشي عليها قبل كده. طبعا مرضى السكر ومرضى الضغط بيكون ليهم زي انديكيشن معينه، لازم يكون ليهم كونسرنز معينه بيبقوا خايفين منها. فاحنا طبعا بنكون عارفين هم متابعين مع دكتور اصلا بطن علشان يظبطوا الضغط والسكر، فانا ببقى عارفه تاريخه والمرض دي كله، بشوف التحاليل، بعرف كمان ايه انواع الادويه اللي هو بياخدها علشان اضمن ان انا اديله كورس امن 100% ما يعملش فعلا اي انتر اكشن مع اي دراج تاني او اي اكتف كونستيتون تاني هو بياخدها. فكل الحاجات دي بتفرق معانا طبعا بشكل كبير جدا، ان احنا نعرف اللي بنتعامل معاه شخص كبير او صغير، راجل او ست،
كمان اللايف ستايل بتاعه شكله عامل ازاي. يعني اكيد طبعا لو انا سيده منزل قاعده في البيت غير لو انا مثلا راجل بشتغل، او مثلا الشغل بتاعي مكتبي غير لو انا الشغل بتاعي فيه حركه كتير او انا بتحرك كتير. كل واحد بيكون ليه الدايت المناسب بتاعه علشان يناسب اللايف ستايل بتاعه. احنا يعني شعارنا او السلوجن بتاعنا في شركه اون تارجت فارما ان الدايت يكون من غير حرمان خالص. فاحنا بنحاول ان احنا نتمشى على اللايف ستايل بتاع كل واحد، ما خليهوش يعني يبقى داخل الموضوع بقى جديد، او ان هو بقى احنا بنعمل دايت بلان يبقى احنا لازم بقى اغير كل اللي كنت بعمله، ولازم اجيب بقى اكل معين، مش عارفه اكل في اوقات معينه. كل ده اصلا بيخلي البيشنت بعد فتره بيزهق وعليه لود ان انا لازم اجيب فعلا اكل معين دي بالزبط. لازم، لكن لما ممكن اخليه اكل من اكل الموجود في البيت عادي بس بكميات معينه، طريقه الطبخ تبقى مختلفه، كل ده بيسهل فعلا. كل طبعا ده بيسهل جدا، واحنا كمان بنمشي على اللايف ستايل بتاع كل بيشنت فبيحس ان الموضوع عادي. دكتور سالي خلينا الاول بس نقول لهم الكورس بيبقى عباره عن ايه. يعني انتوا بتقولوا انه في كورس بتقدمه شركه اون تارجت فارما، ده عباره عن ايه بالظبط؟ بص احنا عندنا كذا كورس، احنا البورتفوليو بتاعنا يعني مليان. احنا في عندنا كورسات مكثفه وكورسات عاديه. الفرق ما بين الاثنين طبعا على حسب حاله البيشنت، بس هو مثلا الكورس المكثف هو بيكون عباره عن كذا حاجه. احنا بنلعب على كذا وي اللي هي بيعاني منها البيشنت او بيعاني منها المريض. اول مثلا مشكله واكتر مشكله بتواجه كل الناس هي فكره الجوع الكتير او الشهية المفتوحة، وطبعا بتكون الشهية المفتوحة كمان لانواع الاكل اللي هي مش طبعا هيلثي خالص، النشويات بقى والكربوهيدرات والسكريات. دول مش انواع الاكل، دول حبايبي كلنا. فطبعا لما بناكل كمية كبيرة من الكربوهيدرات كل ده بيتخزن في جسمي على هيئة دهون. فاحنا فكره ان انا بجوع طول اليوم او مش حاسس بالشبع، او انا مشكلتي اصلا في الدايت بلان ان انا الكميات المحدده بتاعتي ديت انا مش قادر اكلها، او انا بحس بالجوع مثلا بعد ما باكل الوجبه بتاعتي، ده احنا بنحله بالياف الاناسيليوم. الياف الاناسيليوم هي عباره عن الياف طبيعيه 100%. هي الالياف دي مستخرجه من بذور اسمها بذور السليم الشقراء او السليم هاسك. البذور دي هي بتبقى فيها ماده، الماده دي اسمها الميوسلج. المادة دي بقى بتعمل ايه في جسمي؟ المادة دي اصلا هي من الالياف اللي بتمتص الماء. فاحنا بنشرب كوباية الاناسيليوم وبعديها كوبايتين مية قبل الوجبة الرئيسية او المين دوش بتاعي بساعة. لما بشرب الاناسيليوم الالياف دي بتدخل جوه معدتي، انا طبعا بشرب بعديها كوبايتين مية، فالالياف دي بتمتص المية الكتير اللي انا شربتها، تفضل تنفش في حجمها يتضاعف او تنفش يعني لحد ما بيوصل مثلا ل 20 او 25 ضعف حجمها. فده بيعمل معايا فكره بالون المعده بس بشكل طبيعي جدا، ان هو بيملى حيز كبير جدا هو من البطن، فاحس ان انا شبعان اكل بقى اللي انا عايزاه. بقى اللي انا عايزاه يعني هاكل فاست فود. ما هو يعني مع مش قوي يعني. ده سؤالي بقى عشان ان ده، هل بقى مع كل مع الكورس ده اقدر اكل اي حاجه انا عايزاها ولا برده همشي على دايت؟ هو طبعا فكرة ان انا امشي على دايت بلان دي بتخلي النتيجة اسرع. اوكي. طب انا مش عايزاها اسرع. عايزة اكل. عايزة بس النتيجة. انا كهند اصلا مش عايزة النتيجة، انا عايزة اكل. فكرة ان احنا بنقول للناس ان احنا عايزين الدايت يكون لايف ستايل، مش انا بس بعمل دايت لفترة مؤقتة علشان مثلا انا عندي تارجت معين وخلاص مجرد ما هوصل له هرجع تاني اكل اكتر من الاول، لان للاسف الجسم بعد ما بيوصل لمرحلة من الادابتيشن اللي هو اتعود على الدايت بلان ديت، وانا رجعت عملت له تشوك او صدمة بكميات اكل هو ما كانش متعود عليها. ده هيعمل كذا حاجه في جسمي. اول حاجه ان هو بيستفز جدا هرمون الانسولين، بيخليه يطلع بكميه كبيره جدا، فبيعمل كمان لود على البنكرياس. غير بقى طبعا كل الاكل انا اكلته اللي جسمي اصلا مش محتاجه هيروح يخزنه في مراكز التخزين في الجسم اللي هي مين اللي بتكون الكبد في منطقه البطن. فنلاقي دايما الناس اللي متعوده على الفاست فود والجانك فود الحاجات دي كلها دايما الدهون بتكون متراكمه في منطقه البطن والارداف، لان دي اكتر منطقتين السكر بتاع الجسم او الدهون الكتير اللي انا اكلتها بتتراكم في المنطقتين دول. فهي دي بس المشكله الصغننه بتاعتنا يعني. طب انت من خلال تعاملك مع المرضى اونلاين بتلاقي مثلا ايه اكتر الاسئله الشائعه اللي بتجيلك من الناس اللي بيبعتوا لك لسه بيعرفوا الموضوع لسه بيفهموا يعني ايه دايت اونلاين؟ ايه اكتر الاسئله اللي بتبقى مخوفه الناس؟ طبعا هي فكره الاونلاين علشان بس في سورسز كتيره، في سورسز ما بتكونش تراستد قوي، في سورس كمان بتكون تراست، فالناس دايما بيكون عندها قلق يا ترى البرودكت ده امن، هيعمل لي اي سايد افكت، هياثر على اي حاجه تانية، طب انا مثلا برضع، طب انا عندي مشاكل صحيه تانية. كل طبعا الاسئله دي احنا بنواجهها بشكل يومي بشكل كبير جدا، لان الناس بتبقى خايفه ان مثلا انها بتاخد ادويه تانية، او ان هي مثلا عملت دايت بلان كتير ومش قادره، او ان هي كمان جربت برودكت كتير، البرودكت دي ما كانتش من اماكن موثوقه فما جابش
معاها نتيجه، فبيكون في قلق جدا من ناحيه ان هو هل البرودكت ده امن ولا مش امن، ويا ترى هيجيب نتيجه في وقت قد ايه. دول طبعا اكتر اسئله احنا بنسمعها بشكل كبير جدا، فاحنا بنطمنهم بشكل كبير قوي، لان البرودكت هو مكمل غذائي، ده مش دواء، كله عباره عن الياف طبيعيه 100%، مش هتاثر على اي حاجه تاني في الجسم، هي بس بتعمل عملها ان انا كاني اكلت الالياف دي اساسا من الاكل. بس كورس الاناسيليوم هيديني الاحتياج 50% من الاحتياج اليومي اللي انا عايزاه للالياف، فحتى لو انا التايب بلان بتاعتي ما خد كملت بقى منها الاحتياج بتاع الالياف، انا ببقى طول اليوم حاسس ان انا شبعان، جسمي اخد كل العناصر الغذائيه او الفيتامينز، فما فيش بقى الهبوط والدخه المعينه بتاعت الدايت دي. برضو يا هند ادويه التخسيس بتعمل حاجه كده، دي كارثه، بتعمل عصبيه، قله نوم، دي ادويه التخسيس وبتزود ضربات القلب. انا بصراحه انا ما بحبش الادويه اللي هي بتاعت التخسيس دي خالص، يعني انا مش في ناس كتير برضو بتخاف جدا من الموضوع ده، بخاف من اي حاجه ليها علاقه بالقلب وضربات القلب والحاجات دي. بشوف انه احنا بنخس عشان صحتنا تبقى احسن، اعتقد يعني بالظبط. انا بشوف يا هند نقفل بقنا اسهل. انتوا يعني لو عايزين تعملوا الموضوع ده، انتوا لو عايزين تقفلوا بقكم اوكي، انا بقي مش جاهز يعني. لا نفسيتي على فكره، انا عندي جوان نفسي اللي هو بيتقال عليه يعني العاطفي، العاطفي وده ما اعرفش يتسيطر عليه ازاي. يعني مثلا انا متاكده في ناس كتير كده، يعني انا بفرح باكل، بزعل باكل، بتوتر باكل، فكل المشاعر عندي مترجمه لسفره. فلو حد عنده ده صح ممكن يتعامل معاه ازاي؟ ده سهل جدا، يعني موضوع الجوع العاطفي هو بس الفكره ان احنا بنبقى رابطين شعور الجوع بشعور نفسي عندنا، سواء فعلا الفرح او الحزن او التوتر، كل الحاجات دي في جسمي بتفرز اصلا هرمونات، فالهرمونات دي ممكن تلخبط شويه احساسي بالجوع. بس عايز اقول لك بقى في الجوع العاطفي ده، احنا لو شربنا كوبايه ميه تمام ممكن تحس ان الاحساس ده راح خالص. دي اراده بنت لذينه يعني، عايزه اخش اشرب كوبايه ميه. صدقيني بيفرق جدا 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 موضوع ان انا لو شربت كوبايه ميه وانا عندي احساس ان انا جوع، بس الجوع ده مش حقيقي جوع عاطفي، الجوع ده هيروح لان ده بيبقى جوع لحظي مجرد بس. لا قولي لي حلول ثانيه عشان نبقى واقعيين. انا ببقى جعانه عماله افكر في الفراخ ومش عارفه البرجر والبيتزا، فمش هينفع اقول لعقلي اسكت هشرب ميه. بالظبط كده. لا خاصه كمان يا هند احنا داخلين على الشتاء، ماما محتاجين نتدفى، محتاجين نتونس واحنا قاعدين في البيت. هنعمل ايه؟ أيوة يعني نحط ايه جنبنا؟ يا جماعه بنقول الحل على طول، بطاطا حلوه يعني، الحاجات الجميله دي يعني مش معقوله. لا طب ادينا بجد حلول تيبس للشتاء. هو طبعا اهم حاجه ان احنا لازم تكون الدايت بلان بتاعتي مكفيه كل العناصر الغذائيه اللي جسمي محتاجها. انا لما ببقى حاسه ان انا جعانه بيبقى حاجه من اتنين، يا اما فعلا خلايا جسمي محتاجه طاقه فبتدي اشارات للمخ ان انا جعانه، او ان هو حاجه عاطفيه. طبعا حاجه عاطفيه ده احنا بنتعامل مع الشعور العاطفي ده ان احنا بنحاول ان احنا نقنع نفسنا ان ده مش جوع حقيقي، ده جوع عاطفي، حتى انا لو شربت ميه احس ان انا خلاص يعني لحد ما الجوع ده راح. فكره ان انا ابقى شبعان طول اليوم مش حاسس بالجوع ده، طبعا ده بيفرق معايا جدا في تفكيري. انا لو انا جعانه طول اليوم مخي بقى يبتدي يفكر فعلا صح. اكل ايه، هتغدى ايه، هتعشى ايه، طب ايه السناك، الحاجات دي كلها. لكن لو انا اصلا عندي احساس بالشبع حتى لو انا الاكل قدامي، بصي دي نقطه مهمه قوي بجد بجد يعني والله يا دكتور، تدي ما تديش فرصه لنفسك انك تجوعي. يعني انا كنت اعمل ايه قبل ميعاد الغداء؟ عارفه طبعا في غداء في البيت متنوع للولاد، فاكل الدايت بتاعي قبل ميعاد غداهم، فابقى داخله على الغداء انا شبعانه، لو يعني نفسي راحت لحاجه صغيره كده اخد حاجه بسيطه. لكن تخشي على الغداء وانت اصلا جعانه تديش نفسك فرصه تجوعي. بس اميره انت مشكلتك في الجوع ولا في الشهيه؟ لا عشان في فرق. لا بصي انا بحب الاكل جدا جدا يعني زيك بالظبط، بس انا بعرف اتحكم شويه في الكميات وبجوع كتير، دي حقيقه. بس انا زي ما انت شفتيني كده ممكن تلاقيني ماشيه بعلبه فاكهه بتنقنق كتير. طب الناس اللي شهيتها مفتوحه على طول، يعني ممكن واحد يبقى مش جعان وبياكل بيحب الاكل، انا بيحب الاكل يعني انا اوقات وانت مش جعانه، انا اوقات كتير جدا باكل وانا مش جعانه لانه مثلا نفسي في البيتزا المعينه من المكان الفلاني اللي هي بتشد بتعمل شكل. اعمل ايه عشان اسد نفسي بالمعنى الحرفي؟ ما يسد نفسك يا رب وتفضل نفسك مفتوحه. يعني الناس اللي شهيتها مفتوحه ايه الحاجات اللي ممكن تعملوها عشان الشهيه تتقفل شويه؟ هو طبعا كورس الاناسيليوم بيساعد جدا في الموضوع دوت، لان انا لما باخد الاناسيليوم قبل وجبه الغداء وانا كمان ببقى عامله دايت بلان فيها كل الحاجات اللي انا محتاجاها، الاناسيليوم بيملى
يعني حوالي تلتين حيز حجم المعدة. فده ممكن يحسس بالشبع مثلا لحد 6 ساعات او لحد كمان 7 ساعات. وفي ناس بتقول انا ممكن اخد الانسيليوم ومش قادرة اكل بقى الغدا، انا خلاص حاسة ان انا شبعانة. فده احساس ان انا طول الوقت حاسة بالشبع او ان انا جسمي مليت حيز المعدة، فخلاص ده معناه ان جسمي هيفرز هرمونات الشبع، فمش مش هيدي اي سيجنالز مخي ان انا جعانة. فلو انا بقى بفكر في الجوع العاطفي ده، احنا ممكن يعني نلعب عليه بقى بشكل نفسي شوية. لو احنا نعمل تيبس صغيرة زي ان احنا مثلا لازم نشرب 2 كوباية مية قبل وجبة الغداء. طبعا احنا كده كده لازم نشرب 2 كوباية مية بعد كوباية الانسيليم، فاحنا بنضرب يعني عصير. انت كده بتسدي نفسنا. كوبايتين سودا، اشربوا سودا يا جماعة بدل 2 كوباية مية قبل كل وجبة ده، شكرا. طب انا هسمع كلامك واروح لحتة ان انا ايه كل ما اجوع هشرب. ماشي اشرب ايه بقى؟ انا ممكن اعمل كوباية سحلب محترمة كده. اه لا احنا كده بقى احنا انا هشرب حمص الشام وكده. انا هشرب حمص الشام صحي. لا حمص الشام صحي. لا والسحلب كمان صحي لو انا حاسبه السعرات الحراريه بتاعته واخداها من ضمن الكالوريز بتاعتي اليوم عادي. احنا بنقول للناس والعدس والحاجات دي كل حاجه، العدس من البقوليات اللي طب هي. طب قولنا على كم مشروب صحي كده نشربه من الايام الجايه. تنوع كده. هو طبعا المشروبات الصحيه اكيد طبعا الميه احنا مش هنختلف عليها، وانا عارفه الناس ما بتحبش الميه بس لازم نشرب ميه يا جماعه. حاجات ربك. كل المشروبات السخنه زي مثلا القهوه والشاي والحاجات دي كلها احنا فعلا بنحبها وبنشربها بشكل كبير جدا. كمان الشتاء احنا بنحب دايما يكون في مشروب في المج بتاعي، طول ما انا قاعده في البيت لازم يكون في مج في ايدي في حاجه سخنه. بس هي مشكله المشروبات السخنه الكتير دوت لو انا باخد معالق سكر كتير. بالظبط. في ناس انا عايزه اقول لك ان في ناس كانت بتتواصل معانا في الشركه بتقول انا كوبايه الشاي لازم احط فيها 6 7 معالق سكر. يا ماما صح. ارقام. ناس بتقول لك انا ما باكلش طول النهار بس بشرب شاي وقهوه. بشرب شاي وقهوه معلقه سكر بقى. انا مامتي بتعمل دايت وبعدين تيجي تاكل بسبوسه بالليل وتقولي انا اكلت حته بسبوسه. حته صغيره على دايت. يعني استبعد ده. في ناس السكر بجد عندهم حاجه مهمه. جدا يعني جدا. السكر كارثه. ده يعني هو غير ان هو من السموم البيضة طبعا، السكر بيعمل كذا حاجه في جسمي يمكن ناس مش واخده بالها منها او تبتدي بقى تلاحظ على المدى الطويل بعد فتره طويله من العادات الغذائيه الغلط ان انا ايه ده انا بقيت مريض سكر ليه. انا عملت ايه عشان ابقى مريض سكر؟ انا ما بعملش حاجه، انا ما باكلش كتير. بس الناس فعلا ما بتحسبش عدد معالق السكر اللي هي بتاخدها في اليوم. لو انا شربت 3 4 كوبايات شاي وقهوه ونسكافيه يقول لك انا مش باكل حلويات. مش باكل حلويات بس انت بتاكل كميه سكر مرعبه في المشروبات. طب الناس اللي هي في ناس تقول لك ايه انا هاكل كل حاجه، هاكل المكرونه والرز والبشاميل وكل حاجه وهلعب رياضه ومش هتخن. طبعا هو كل ده صح. انا احنا بس بنقول للناس يعني مثلا في المشروبات السخنه احنا بنساعدهم بسكر سيسل. سكر سيسل هو سكر دايت، هو من مادتين اسمهم الساكرالوز والديكستروز. المادتين دول حلوين جدا لان انا اصلا جسمي ما بيعرفش يتعامل معاهم. هما بالنسبه لي ماده محليه هتحلي طعم المشروب اللي انا بشربه، وزي ما الجسم اخدها هيتخلص منها لان هي مش بتلعب على سكر الدم او مش بتستفز معايا هرمون الانسولين زي ما بيعمل السكر الابيض العادي. فده احنا بنلعب بيه بشكل كبير جدا بالنسبه للمشروبات. بالنسبه بقى للمكرونه والرز والعيش الحاجات اللي احنا بنحبها، احنا بنقول لنفسنا احنا ما ينفعش نقطعها. يعني احنا لازم ناكل نشويات بشكل كبير بشكل كويس لان النشويات دي هي بالنسبه لي السورس بتاع الطاقه. النشويات لما بتدخل جسمي بتتكسر لحاجات اصغر اسمها الجلوكوز. الجلوكوز ديت هرمون الانسولين بياخده يوديه الخلايا عشان يدي جسمي طاقه ان انا اتحرك وان انا فعلا العب رياضه وان انا اروح شغلي وان انا امارس حياتي الطبيعيه بشكل عادي جدا. فلو انا قطعته خالص هبدا بقى ادخل في مرحله ان انا هبطان تعبان حاسس بخمول عايز انام اكتر، جسمي ما فيهوش طاقه. غير بقى لو انا خدتها اساسا من السكر انا بستفز الانسولين وما بديش كمان جسمي طاقه. فاحنا في الدايت بلان بتاعتنا او في النظام الغذائي احنا بنقول للناس احنا لازم ناكل رز ولازم ناكل مكرونه وبناكل عيش ابيض عادي، بس الفكره في الكميات. الكميات. ودي بقى اللي احنا بنلعب بيها في كورس الانسيليوم. لما احنا بناخد الكورس قبل وجبه الغداء فاحنا بنحس فعلا بشبع كبير جدا. احنا خلاص قطعنا نص المسافه. انا لما مليت 30 حجم المعده انا اتبقى لي التلت. فلما باخد الوجبه بتاعتي اللي انا ببقى حاسبه فيها فعلا نسبه الكربوهيدرات مع نسبه البروتين مع نسبه احنا طبعا لازم طبق السلطه ده المايسترو بتاع السفره بتاعنا. انا بحب السلطه. دي الحاجه الصحيه الوحيده اللي بحبها. ابداعي. بحب السلطات كلها بصراحه. السلطه لذيذه والاوبشنز في السلطات دلوقتي بصراحه بالزبط. بقى تحفه. يعني فعلا السلطه بالنسبه لي مايسترو على السفره لان احنا ممكن نحط فيها انواع خضار كتير. ناس كده كمان ممكن تحط معاها انواع فاكهه. الدريسنج طبعا بيكون مختلف بشكل كبير. فدي حاجه بتنوع معايا بتخليني مبسوطه بالدايت بلان ان انا مش كل يوم باكل عيش سن وبيضتين ومش عارف ايه. لا التنوع في الدايت دوت بيخلي الشخص عايز يكمل الدايت او رحله الدايت بتاعته وفي نفس الوقت ما يزهقش من الاكل او ما يزهقش من نوعيات معينه من الاكل
وفي نفس الوقت انا ساعدته بكورس اناتوليم حسسه بالشبع، فبالنسبه له الموضوع بقى سهل جدا، هو قادر يكمل عليه وخلاص الموضوع ما بقاش دايت لفتره معينه، لا ده خلاص انا غيرت اللايف ستايل بتاعي. اللايف ستايل بتاعي مظبوط. لازم تجربيه بقى يا اميره وكملي. وعايزين نقول للناس برده انهم يتواصلوا ازاي معاكوا على السوشيال ميديا، نزل حاجات احنا طبعا الارقام الموجوده على الشاشه ممكن بالزبط. من خلال المكالمات او من خلال الابلكيشن الواتساب. موجودين بقى على السوشيال ميديا بلاتفورمز كلها زي الفيسبوك، صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك دي الاوفيشال بيج بتاعتنا، صفحه كمان دكتور نهال حافظ خبيره التغذيه برده على الفيسبوك. كل ده معانا اهو قدامنا على الشاشه. كل البلاتفورمز موجودين يعني. موجودين كمان على الانستجرام، صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام، او كمان صفحه دكتور نهال حافظ على الانستجرام. ان شاء الله احنا بنشكرك جدا جدا يا دكتور. العفو على ايه بس. تبقي ضيفه ثابته معانا كده في كل حلقه وتجيب لنا بدايل لازم كده. عناية ليكوا ان شاء الله. وبكده مشاهدينا تكون خلصت فقراتنا النهارده لبرنامج الحريفه، وان شاء الله استنونا في حلقات تانية كتير. باي.